قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. نور الشريف. في فنانين كتير دخلت قلوبنا، لكن فنان النهاردة من الناس القليلة جدا اللي اتكلم وناقش مواضيع كتير كان مستحيل الكلام فيها او حتى الاقتراب منها، ومنها عائلة الحاج متولي اللي ناقش فيه التعدد بطريقة اول مرة تقريبا حد ينقلها على الشاشة بشكل ايجابي. نجح جدا في تجسيد شخصيات دينية واتكلم باللغة العربية في هارون الرشيد وعمر بن عبد العزيز، وكان بسيط ومكافح في لن اعيش في جلباب ابي، والرجل العصامي في الدالي، اكيد من غير ما اقول اسمه كلنا عرفنا هنتكلم عن مين. هو فتى الشاشة الاول الفنان الثوري نور الشريف، او محمد جابر عبد الله اللي غير اسمه الحقيقي في اوراق رسمية. حكايات ومواقف كتير هنتكلم فيها النهاردة، فتابعونا. اذا كانت هذه المرة الاولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وايضا لا تنسوا عمل اعجاب للفيديو. يوم 28 ابريل سنة 1946 اتولد محمد جابر عبد الله، وده الاسم الحقيقي، لكن كان بينادوه نور اللي رباه عمه بعد وفاة ابوه وهو صغير، وكان دايما بيقول ان ابوه ساب لي السمعة الطيبة اللي كان بيفتخر بيها. كان بيحب التمثيل جدا من صغره، وكان دايما بيشترك في فريق التمثيل في المدرسة، بس نور كان لاعب كرة شاطر وكان من اشبال نادي الزمالك، يعني كان طموحه انه يبقى لاعب كرة محترف، بس حبه للتمثيل غلبه، وفي كلام ان حصل له اصابة غيرت مجرى حياته. المهم ان نور في الاخر قرر يتجه للتمثيل. البداية اشترك في دور صغير مع الفنان سعد أرضش في مسرحية اسمها الشوارع الخلفية، بعد كده اختاروا المخرج كمال عيد لمسرحية روميو وجولييت، كل ده وهو لسه في المعهد العالي للفنون المسرحية اللي اتخرج فيه بتقدير امتياز، وكان الاول على دفعته. لفت نظر كتير من الناس اللي منهم عادل امام اللي اتعرف عليه في كواليس المسرحيات دي. عادل امام رشحه للمخرج حسين الامام علشان يقدم دور كمال في فيلم قصر الشوق، بعد ما شافه واعجب بيه جدا في دور هاملت مشروع التخرج بتاع نور، ودي كانت بداية حقيقية لنور الشريف. نور ليه اخت اسمها عواطف كانت بتحب عمر الشريف جدا، فطلبت من اخوها انه يبقى نور الشريف، وده اللي حصل فعلا. لمع اسم نور الشريف وكان مطلوب وعمل اعمال كتير جدا في فترة الستينات. بعد كده عمل فيلم الكرنك اللي كان في الاصل مرشح ليه احمد زكي، وفعلا احمد زكي مضى العقد مع المنتج ممدوح الليسي، بس في الاخر الموزع اعترض والدور بقى من نصيب نور الشريف. اتجوز نور الشريف من بوسي سنة 1972، وكان اسمه في الاوراق الرسمية محمد جابر، بس بعد ما انجب بنته الاولى سارة، بوسي طلبت منه يغير اسمه لان بنتها باسم مش معروف، وهو سارة محمد جابر، وده اللي حصل فعلا، وغير اسمه الى نور الشريف، وكمان غير عقد الزواج بالاسم الجديد، بس بسبب خلافات حصل طلاق سنة 2006، بس رجعوا تاني لبعض سنة 2015. قدم اعمال كتير جدا مميزة، منها الحفيد واخر الرجال المحترمين وجري الوحوش وكتيبة الاعدام وزمن حاتم زهران وسواق الاتوبيس ومسرحيات ومسلسلات كتير، وفيلم العار ليه حكاية ظريفة اثبتت سر تفوق نور وقد ايه هو فنان بيركز في التفاصيل الدقيقة. فنور الشريف كان بيبقى معاه كراسة بيكتب فيها اي حاجة تلفت نظره علشان يستخدمها بعد كده، ومن الحاجات دي الحركة بتاعت كمال في فيلم العار، كان دايما بيفرد ايده ويحرك رقبته وهو لابس بدلة، وقال انه كان في مكان عند واحد صاحبه ولاحظ حد من الناس اللي موجودة بيعمل الحركة دي، فسأل صاحبه فقال له ان الشخص ده معلم كبير ومتعود على لبس الجلابية، وهو بيعمل كده علشان يعدل الجلابية، ولما لبس بدلة فضلت الحركة دي معاه لانه اتعود عليها، فخدها نور وعملها في فيلم العار. كل اللي اتعامل مع نور الشريف من الفنانين والصحفيين او الكتاب قالوا اهم ما يميز شخصيته انه فنان متصالح جدا مع نفسه، وده ظهر لما تسأل نور انت مش بتغير من زمايلك ان اجرهم اعلى منك زي عادل امام مثلا، قال ان كل واحد ربنا اداله ميزة وانه مميز باللغة العربية اللي بيتكلم بيها، وبيقدر يجسد ادوار زمايله ما يقدروش عليها سواء احمد زكي اللي كان تلميذه في المعهد او عادل امام، وقال انه مثل معاه عمارة يعقوبيان ووافق ان اسم عادل يبقى قبل منه لان السوق بيقول كده، اللي اجره اعلى اسمه الاول، وهو اتعامل مع الموضوع باحترافية. نرجع تاني لاهم الاعمال الخاصة ببطل حلقتنا النهاردة،
في الوقت اللي لمع اسم نور الشريف في السينما وعمل مجموعة كبيرة من الأفلام، وكان مطلوب جدا من المنتجين، بس كان بيحب يختار الأدوار اللي فيها موضوع وتكون هادفة. وكان ليه نصيب الأسد في مسلسلات رمضان لسنين طويلة، وكان دايما مسلسله رقم واحد، وأهم مسلسلاته عائلة الحاج متولي والدالي. أصيب نور الشريف بسرطان الرئة يوم 11 أغسطس سنة 2015، ورحل نور الشريف عن عمر 69 سنة، الله يرحمه. وكان معاكم محمود كبير، ودي قناة قصة حياة المشاهير. سلام عليكم.